مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. الجنيه البريطاني ضعيفا في حين أن الأسهم والمعادن الثمينة تبدأ الأسبوع قوية نسبيا. قد يجد زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي الدعم بعد وصوله إلى أدنى مستوى له بالقرب من مستوى 1.1083. حقق زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني اختراقا صعوديا فوق مستوى 110 نقاط الرئيسي، ولكن يبدو أن الاختراق في خطر الفشل. يبدو زوج جنيه بريطاني أمام الدولار الأمريكي ضعيفا، حيث يهدد السعر بالوصول إلى ما دون الرقم الكامل عند مستوى 1.3000. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.